إذا طلع الفجر من يوم العيد فيكون الحج قد فات، يكون الحج قد فات. لكن لو كان الإنسان وصل إلى عرفات بالليل، وصل إلى عرفات بالليل وهو لم يعقد النية وبدأ له أن يحج حتى لو في آخر الليل وقال لبيك اللهم حجا، ينعقد. وإن حصل له وقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار، ليل يعني ليلة جمع، ليلة العاشر من ذي الحجة، وإهلاله في أشهر الحج يعتبر، لأن ما تنتهي أشهر الحج متى؟ بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى قد فات الحج. هذه الآن من الليلة الأولى، من الليلة الأولى من ليالي شوال إلى الليلة العاشرة من ليالي ذي الحجة، كم ليلة؟ 70 أو 69 أو 68 حسب الشهر. إن كان شوال تام وذي القعدة تام 30 تكون 70، وإذا نقص أحدهما تكون 69، وإذا نقص معا شوال وذو القعدة تكون 68. إذن كل أقوالكم صحيحة بحسب الشهر تم أو نقص. نعم، لو أحرم كما قدمت فيما يتعلق بأشهر الحج، لو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى ماذا؟ إلى عمره، يصبح محرما لكن يفسخه إلى عمره. هذا يتعلق بالشهور الزمانية، المواقيت الزمانية، وسيأتي للشيخ كلام عنها في فصل لاحق. حديثه هنا عن المواقيت المكانية، والمواقيت المكانية كما قدمت هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، ما يجوز له أن يتجاوزها إلا وهو محرم. وهذه المواقيت مثل الحمى للبيت، هذه المواقيت مثل الحمى للبيت، ما يأتي يدخل البيت حاجا أو معتمرا إلا من مسافة بعيدة عن البيت يتطهر فيها ويلبس الإزار والرداء ويعقد النية فيها، ثم يمضي إلى البيت في هيئة متواضعة مسافة بعيدة بالنسك الذي أراد. وهذا من التعظيم للبيت ومن التعظيم لشعائر الله. الهلال من المواقيت داخل في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. والمواقيت المكانية خمسة، وجميعها قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من جهات مكة المختلفة، وهذا أيضا من التيسير ومن نعم الله. لو كان الميقات المكاني واحد للحجاج كلهم من جميع الجهات لكان هذا فيه مشقة عظيمة على الناس، لكان فيه مشقة عظيمة على الناس. لكن من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن الميقات المكاني من جميع جهات مكة. وأيضا إذا كان طريق الإنسان بسيارة أو بدابة جور عن الميقات يحرم بالمحاذاة، ومن كان إهلاله بالنسك بالطائرة أو بالقطار أو بالسفينة يحرم بالمحاذاة. هذا كله من التيسير، هذا كله من التيسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، وهذا من التيسير. فالمواقيت التي وقتها
النبي عليه الصلاة والسلام 5 مواقيت، وهي من جهات مكة المختلفة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. وهذه التسمية لا أصل لها، هذه التسمية لا أصل لها في السنة والمأثور عن الصحابة الكرام، هي تعرف بذو الحليفة، هذا اسم هذا الميقات، لكن التسمية هذه بأبيار علي متأخرة، وبعض العوام والجهال يرون في ذلك، وهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وبين أنه باطل ولا صحة له، يزعمون أن فيه بئرا في الميقات، في منطقة الميقات بئرا، وأن علي بن أبي طالب حارب الجن في هذا البئر. هذه من دعاوى العوام والجهال، وليس له أصل، هذا أمر لا أصل له، بل هو باطل كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالتسمية الصحيحة لهذا الميقات ذو الحليفة، كما سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف ومتكرر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة مسافة، أبعد المواقيت عن مكة مسافة، لأن بالكيلو مترات يزيد عن 400، يزيد عن 400. بقية المواقيت فغالبها 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، يعني بعد ميقات المدينة في البعد يأتي ميقات الجحفة الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام، هذا يبعد عن مكة قرابة 180 أو يزيد على ذلك، وبقية المواقيت في حدود 80 كيلو. فأبعد المواقيت عن مكة هو ميقات ذو الحليفة. قال الثاني الجحفة، هو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبله بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. والرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق. الأربعة المتقدمة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أشار إليها الشيخ رحمه